السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. النهارده إن شاء الله رب العالمين حالات الناتولوجي، الناتولوجي برانش مش غريب، فهو مجرد ريفيجن للأطفال بس في الانبوت. هنرجع لأهم موضوع في اليونيتال ترومس. اليونيتال ترومس من أهم المواضيع في الجيناتولوجي اللي هو كله مهم. حتى في الجيناتولوجي مهمة والأخرى غير مهمة، لكن ده أهمها على الإطلاق. وده بيقول إن هو المشكلة للأطفال، فأرجو إن الناس تبقى معانا. الناس تبقى معانا. خلاص. أول حاجة هنبدأ بيها، يا ترى إيه أسباب اليونيتال ترومس؟ هتلاقوا مكتوب عندكم في الورق صفحة كام؟ أربعة وثلاثين. الناس اللي هتكتب ورانا 34، بس مش هنبدا بصفحة 34، هنبدا بصفحة 35، صفحة ثانية. ما هي أسباب النيونيتال فونجس حسب نوع البلوروبين؟ يعني إيه حسب نوع البلوروبين؟ إحنا عندنا نوعين من البلوروبين. نوع قدام حضراتكم مرسوم باللون الأحمر اللي مكتوب باللون الأحمر ده الانديركت بيلروبين. الانديركت بيلروبين هعرفه ازاي كلينيكال؟ اعرف ازاي ان الطفل اللي قدامي ده عنده الانديركت الروتين هو اللي عاجب. أول حاجة لون العين هيبقى شكله إيه؟ هتلاقي الصفار بتاع العين لونه جولدن يلو، أصفر دهني، جولدن يلو، يعني الصفار بتاعه بيميل للون الذهبي شوية. طيب افترضنا في ناس كثيرين ما عندهمش قدرة على تمييز الألوان، يعرف ازاي؟ عندنا الاندايركت بيلروبين فات سوليبل. ادام فات سوليبل عمره ما ينزل في اليورين، وبالتالي عمره ما يغير من لون اليورين عشان هو ايه؟ فات سوليبل. ولذلك تلاقي الولد عينيه صفرة ولون البول طبيعي، نورمال كلر يورين. طيب امال المعصبة هينزل عن طريق مين؟ البيلياري سيستم. لما ينزل على عن طريق البيلياري سيستم، النتيجة هينزل هنا في الاسطول زي ما هنتكلم عن ميتابوليزم دلوقتي بالتفصيل، هيزود كمية الاستيركوفايلانوجين. والاستيركوفايلان في الاسطول يكمل الاسطول ده ايه؟ لونه دارك كلر. لكن مش ده الشرط. اي عيل هتلاقيه لونه اصفر، اسال الام اليورين اخبره ايه؟ اذا قالت لك no change in the color of urine يبقى ده اندايركت هايبر بيلروبينيميا، مالكش دعوه بلون ايه؟ الاسطول. يبقى الولد اذا كانت عينه صفر ومعاه نورمال كلر يورين يبقى ده اندايركت ايه؟ هايبر بيلروبينيميا. طيب النوع الثاني من البيلروبين اللي هو اللون الازرق تحول اللي هو الدايركت ايه؟ بيلروبين. الدايركت بيلروبين لما وصل للبلد هيخلي الولد لونه اصفر بس الصفار بتاعه بيميل للخضار شويه، عامل زي لون الزيتون او الليمون ازرق. ليمون جوندس. ليه؟ لان الليمون
مستمر بس بيرضي على القضاء شويه. يبقى هنا بتلاقي اللون اصفر لكن مش شويه بيرضي على تجميل الشكل. برضه مش ده الشرط. ليه؟ لان برضه تمييز الالوان قد يكون صعب. الدايركت من روبن ووتر سوليبل. ادام ووتر سوليبل هينزل فين؟ في اليورين. الروبن لو نزل في اليورين هيخلي لون اليورين غامق. هيبقى لونه ايه؟ عامل زي الشاي الفاتح او الكاكولا. يبقى هنا هيعمل لي تي كالر ايه؟ تي كالر يورين. تبقى هنا الامور بمنتهى البساطه. الوزن السر؟ ايوه. اسال الام الكل اخباره ايه؟ ما تغيرش يبقى ده دايركت هايبر بيلروبينيميا. تتغير يبقى ده ايه؟ دايركت هايبر بيلروبينيميا. طيب عشان نقول اسباب النيوريتال كومبلكس هنبدا نراجع مع حضراتكم سريعا الكلام اللي انتم عارفينه مسبقا في الاطفال وخدتوه في البطنه اللي هو الميتابوليزم اوف الروم. كلكم عارفين هذا الكلام، ارجو ما تجيبوش نفسكم الكتابه وخلوكم معانا. الناس اللي بتكتب مالكوش دعوه بالكتابه وخلوكم معانا لو سمحتم عشان ننجز. احنا عندنا الاندايركت بيلروبين بيطلع من الار بي سيز. وانس ان الار بي سيز حصل لها هيموليسيز نتيجه الميتابوليزم اوف ايبولايز ار بي سيز هيبدا يطلع عندنا مين؟ الاندايركت بيلروبين. الاندايركت بيلروبين ده فيري توكسيك، بمعنى ان هو فات سوليبل يستطيع يعدي البلاد برين بارير ولو وصل الى البرين سيل هيدمرها، هيعمل لي حاجه اسمها بيلروبين انكفالوز. يبقى هو فيري توكسيك تو ذا برين سيل ويستطيع ان يصل الى البرين سيل عشان هو ايه؟ فات سوليبل. ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا حمايه قويه جدا من الاندايركت بيلروبين. ازاي؟ ان الدايركت بيلروبين ده بيشيلوا مين؟ الالبومين. الالبومين هو اللي بيشيل الاندايركت بيلروبين. الالبومين الموليكولار ويت بتاعه لا يسمح له ان هو يعدي البلاد برين بارير. الالبوم ما عنديش البلاد برين بارير طول ما البلاد برين بارير سليم. وبالتالي ما يحمله الالبومين لا يستطيع ان هو يدخل جوه مين؟ البلاد برين بارير. يبقى هنا الاندايركت بيلروبين عمره ما هيقدر يعدي البلاد برين بارير بالرغم ان هو فاكس سوليبل. ليه؟ لانه ماسك فين؟ في السيرام البوم. طيب امال امتى الاندايركت بيلروبين يعدي البلاد برين بارير؟ لو اصبح فري بيلروبين ان هو مش ماسك فين؟ في السيرام البوم. طب الكلام ده هيحصل امتى؟ وجدوا الاتي ان عندنا كل واحد جرام من الالبومين بيشيل من 6 الى 8 ملي جرام من الاندايركت بيلروبين. يبقى كل واحد جرام من الالبومين بيشيل من 6 الى 8 ملي جرام من الاندايركت بيلروبين. طيب لو واحد عنده سي السيرم البومين بتاعه 4 جرام اقصى كميه بيلروبين يشيلها قد ايه؟ احنا دايما نحسب على اللودب اللي هو كام؟ 6. خلاص؟ يبقى هنا لو واحد عنده سيرم البومين 4 يقدر يشيل قد ايه من الاندايركت بيلروبين؟ 24. طب ال 24 دي جت ازاي؟ ان انا عندي الجرام بيشيل 6. يبقى انا هنا لو عندي 4 جرام اقدر اشيل كام؟ اقصى كميه من البيلروبين اشيلها 24 ملي جرام اندايركت بيلروبين. لو زاد عن كده الالبومين ما يقدرش يشيل. ليه؟ لانه وصل الى الساتوريشن ايه؟ ليفل. يصبح الاندايركت بيلروبين عندي فري. وادام اصبح فري لانه ملوش اماكن يمسك فيها في الالبومين في الحاله دي يستطيع ان هو يعدي البلاد برين بارير
ولو عدنا البلاد برين بارير هيعمل لنا بيروجن انكيفالايتس هناخدها في اخر اليوريتال كونكس تحت مسمى كيرنكتراس. يبقى هنا انا طول ما انا البيروجن ما عداش الساتوريشن ليفل بتاع الالبومين انا مش خايف الموضوع مين الكيرنكتراس. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى ازاي يخلصني من الاندايركت بيروجن؟ الاندايركت بيروجن زيه زي اي حاجه فات سوليبل. الناس اللي سرحانه زيه زي اي حاجه فات سوليبل. المين سايت اوف اكسكيوشن مين؟ الليفر سيل. يقوم رايح على الليفر سيل اللي انا بشاور عليها هنا. الليفر سيل تبدا تعمل له ابتيك من البوابه الهيئه عن طريق عمليه اسمها اندو سايتوزس. يعني بتبدا تدخله في صوره فيزيكال وتدخله جوه مين؟ الخليه. عمليه الابتيك دهيت مين اللي بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها نوعين من البروتين جوه الليفر سيل. نوع اسمه زد بروتين والنوع الثاني اسمه ايه؟ واي بروتين. هذه انواع من البروتينات مش موجوده في البلاد، موجوده فين؟ الليفر سيل. طيب ما وصيه الزد والواي بروتين؟ قالوا ان الاندايركت بيروجن يا اولاد لو دخل جوه الليفر سيل واصبح هو نفسه جوه الليفر سيل فري هيدمر الليفر سيل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الزد والواي بروتين يمسكوا فين؟ في الاندايركت بيروجن، يمنعوا الاندايركت بيروجن اللي اترسب ويدمر الانتراسيلولار كومبوننت بتاعت الليفر سيل، الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم والريبوزومز والحاجات اللي جوه دي كلها. ليه؟ طول ما هي ماسكه فين؟ الزد والواي بروتين. يبقى هنا وظيفه الزد والواي بروتين هي نفس الوظيفه اللي بيعملها مين؟ الالبومين. الالبومين كان بيمسك الاندايركت بلوروبين، يمنع البلوروبين يدخل جوه البرين سيل ويدمرها. الزد والواي بروتين بيمسك في الاندايركت بلوروبين جوه الليفر سيل، يمنع الاندايركت بلوروبين هو يدمر الانترا سيلولار كومبوننت بتاع مين؟ الليفر سيل. طيب لذلك عندنا الزد والواي بروتين قلنا هما اللي بيتحكموا في دخول الاندايركت بلوروبين. ليه؟ وانس ان الزد والواي بروتين بقوا ساتوريتد الابتيك يقف. عارفين ليه؟ لان لو هم ساتوريتد مش هيقدروا يشيلوا 10 من كده. اي اندايركت بلوروبين يدخل هيصبح ايه؟ فري. ولو اصبح فري هيدمر الليفر سيل. يبقى اللي بيتحكم في الابتيك بتاع الليفر سيل هم الزد ومين؟ والواي بروتين. كويس ان هم ساتوريتد الابتيك يقف. طيب ما هو ربنا عايز الامور تستمر. يقوم ربنا يعمل ايه؟ مخلي الزد والواي بروتين لهم القدره ان يتخلصوا من الفجوه اللي شايلينها اللي هو الاندايركت ايه؟ بلوروبين. يعملوا ايه؟ بيبداوا يخلوا الاندايركت بلوروبين يتفاعل مع حاجه جوه الليفر سيل اسمها جلوكيورونيك ايه؟ اسيد. عن طريق انزايم اسمه جلوكيورونيل ترانسبريز انزايم. بيعمل حاجه اسمها ايه؟ كونجيوجيشن. يمسك الجلوكيورونيك اسيد الاندايركت بلوروبين ويكون لي حاجه اسمها جلوكيورونيك اسيد بلوروبين او بلوروبين جلوكيورونيل اللي احنا بنقول عليه دايركت ايه؟ بلوروبين. الدايركت بلوروبين از نون توكسيك، مفيش منه اي مشكله، مشكله وبس. الدايركت بلوروبين ووتر سوليبل. يبقى هنا الجلوكيورونيك اسيد وانس ان هو مسك في الدايركت بلوروبين حوله من توكسيك الى نون توكسيك، حوله من فات سوليبل الى ووتر سوليبل، غير الخصائص بتاعته تماما. طيب الدايركت بلوروبين نخلص منه ازاي؟ الليفر سيل تبدا ترميه جوه الانترا هيباتيك فايل كاناليكولاي اللي انا قاسمها جوه دي الانترا هيباتيك ايه؟ فايل كاناليكولاي اللي هي موجوده في كل الليفر. الليفر سيل هترمي الدايركت بلوروبين في قبل الانترا هيباتيك فايل كاناليكولاي عن طريق اكتف اكسكريشن. يبقى الدايركت بلوروبين يطلع من الليفر سيل
واحترمي جوه الانترافيباتيك بايب كانال الكراي على الطريق اكتف ايه بروسيس اي تي بي كونسيومينج ميكانيزم. الدايركت بنومن زي ما كلنا عارفين وانس ان هو اكسكريتد في الانترافيباتيك بايب كانال الكراي هيمشي مع البايل سكريشن. لما يمشي مع البايل سكريشن يوصل للجاتس هيبقى عندنا مين البكتيريا فلورا. البكتيريا فلورا هتعمل ايه؟ هتحوله الى استركو بايلانوجين. استركو بايلانوجين ده 90% منه هينزل في الستول ويحصل له اوكسيديشن ويتحول لاستركو بايلين اللي بيخلي الكلر بتاع الستول بيبقى لونه بني شويه. مش كده وبس، في 10% هيبقوا ابزوربد عن طريق البورتال سيركيليشن ويرجعوا مره ثانيه لفين؟ للليفر. ال 10% بتوع الاستركو بايلانوجين دول اللي راجعين من الانتيرو هيماتيك ما وظيفتهم؟ وظيفة مهمة جدا، ان هي عبارة عن نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. بيعمل ايه؟ بيعمل سبريشن للكولوكيولاري ترانسبريز ايه؟ انزايم. يبقى هنا وظيفة الستيركوبيولوجي اللي راجع في الكيتي وهي باكت ان هو يوقف شغل الكولوكيولاري ترانسبريز انزايم، هيقلل كمية مين؟ الدايركت جلوبين، هيقلل كمية الستيركوبيولوجين كفلوز للسيركويت. عشان لو الستيركوبيولوجين زاد او الدايركت جلوبين ينزل في البايل هيزيد هيعمل مشاكل هنعرفها في حله. يبقى هنا عمل كلوز سيركويت عشان يتاكد تنظف كميه مين؟ الدايركت جلوبين ما تزيدش عن قدر معين ان هو يعمل سبريشن لمين؟ للجلوبولاين ترانسبريز انزايم. وفي عندنا جزء منهم بقى بيوصل للدم وينزل في اليورين في صوره ايه؟ يورو بايولوجي. ده الميتابوليست اوف الروبن اللي كل حضراتكم عارفينه من اول السنه. النهارده بقى هنتكلم على اول حاجه الطفل النيوبورن حديث الولاده. الولد ده جالنا عين صفراء. سالنا الام الكلر اوف يورين اخباره ايه؟ قالت لنا اليورين نورمال كلر. يبقى نوع الهايبر بيلروبينيميا ايه؟ الناس اللي حضروا معايا من الاول اندايركت هايبر بيلروبينيميا. يبقى انا بتكلم دلوقتي على طفل كان عينيه صفرا واللون اليورين بتاعه ايه؟ نورمال. يبقى الولد عنده اندايركت ايه؟ هايبر بيلروبينيميا. يا ترى ايه اللي بيزود لي الاندايركت بيلروبينيميا؟ لو جينا بصينا الدايركت بيلروبين هيزيد ازاي؟ اول احتمال ان الدايركت بيلروبين زاد عشان الار بي سيز دي حصل لها ايه؟ هيموليسيس. يبقى اي حاجه عملت هيموليسيس اوف ذا ايه؟ اوف ذا ار بي سيز. يبقى اول احتمال ان في عندي هيموليسيس of the RBC. طيب يا ترى ايه الحاجات اللي هتعمل عندنا هيموليسيس of the RBC؟ اول احتمال يكون الطفل ده مولود عنده عيب في ال RBC نفسها بيخليها تتكسر اللي احنا خدناها في اول السنه تحت مسمى هيموليتيك انيميا. ايه هيموليتيك الانيميا؟ هيموليتيك انيميا اللي ممكن تظهر ساعة ولادة الطفل. أول حاجة يكون عندي عيب في الآر بي سي، السيل ميمبرين أسيد بتاع الآر بي سي خدناه تحت مسمى السيروسايتوزس. يا إما يكون الولد عنده أبنورمال هيموجلوبين اللي هو مين؟ ألفا ثلاثين مش البيتا، لأن إحنا قلنا البيتا ثلاثين تظهر بعد ست شهور، لكن الالفا 30 بتظهر منذ الولاده او ايفن انترانجراين. الاحتمال الثالث يكون الولد عنده انزيماتيك ديفكت. زي ايه؟ عنده جلوكوز 6 فوستيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي، جي 6 بي دي ديفيشنسي. ده ما عندوش الجي 6 بي دي انزيم اللي احنا خدناه في الهيماتولوجي. لو اتعرض لفري اوكسجين راديكال ممكن يحصل عنده سيفير ايه؟ هيموليسيس. اشهر تري اوكسيد راديكال الولد اتعرض له ليجل بعد الولاده السنسيتيك فيتامين دي. العيال كلهم روتين
تمام، هنتكلم على الكير بتاع النيوبورن بعد كده. اي طفل يتولد بعد الولاده مباشره لازم تديله كوناكيول فيتامين كي، وهنقول ليه دوره بعد كده. الفيتامين كي بيزيل العيال بعد الولاده، ده سينثيتك فيتامين كي، ده اوكسلايزنج ايجنت بيطلع فري اوكسجين راديكال غير الناتشرال فيتامين كي. لو الولد ده كان صادف ان كان عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي وخد فيتامين كي بعد الولاده هيجيله سيفير ايه؟ هيموليسيس. يبقى هنا هيموليتيك انيميا بتظهر ساعه الولاده، قلنا السيلفر بريك ستيروسايتوزس، الهيموجلوبين ديفكس اللي هو الالفا ثلاسيميا مش البيتا ولا السيكل سيل، يا اما انزيماتيك ديفكت في الناس اللي عندهم ايه؟ جي 6 بي دي ديفيشنسي وخدوا سينثيتيك فيتامين اي كي. الاحتمال الثاني ممكن تكون المشكله حاجه اكسترا كورباسكولار، حاجه بره الار بي سيز بتكسرها. ايه اللي هيكسر بره الار بي سيز؟ توكسينز. ممكن يكون الطفل ده اتعرض الى توكسينز، التوكسين دي كسرت الار بي سيز. اشهر هذه التوكسين اندوجينس توكسين في حالات السبسس. كل النيبور اللي هيجي لهم سبسينيا، يبقى لو حصل عندنا نيونيتال سبسس نتوقع ان الطفل اللي عنده نيونيتال سبسس يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده هيموليسيس اوف ذا ار بي سيز. ليه؟ لان الاندوجينس توكسين نفسها ممكن تعمل هيموليسيس لمين؟ للار بي سيز. طيب يا اما المشكله انتي بادي، انتي بادي هو اللي بيكسر مين؟ الار بي سيز. ايه الانتي بادي الغلط؟ اول حاجه ممكن يكون بيدي انتيجين عند الطفل وجاله من الام انتي دي، هناخدها النهارده بالتفصيل. الولد عنده دي انتيجين وجاله من الام ايه؟ انتي دي انتي بادز، هناخدها في الار اتش انكومبتابيلتي حالا دلوقتي. النقطه الثانيه ممكن يكون جاله من الام انتي ايه او انتي بي انتي بادز، جاله من الام انتي ايه او انتي بي. الولد فصلته ايه وجاله انتي ايه من الام، كسر ار بي سي بتاعته. الولد فصلته بي وجاله انتي بي من الام، بيكسر الفصيله ايه بتاعته. دي هناخده بحاجه اسمها اي بي او انكومبتابيلتي. يا اما المشكله الانتي بودي ده ترانس بلاسنتال نتيجه اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون الولد ما بيطلعش اوتو انتي بودز، لكن الام هي اللي بتطلع اوتو انتي بودز. ازاي؟ ام عندها اوتو اميون هيموليتيك انيميا، عندها انتي بودي بيكسر الار بي سيز ايه؟ بتاعتها. لو عدل ابنها هيكسر برضه الار بي سي بتاع مين؟ بتاع ابنها. يبقى لو الام عندها اوتو اميون هيموليتيك انيميا ممكن ابنها يتولد عنده اوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي هي جايه منين؟ من الام. طيب ايه الاحتمال اللي بعد كده؟ ممكن يكون الولد عنده كولكتد بلاد في اي حته. كولكتد بلاد اللي احنا بنقول عليها هيماتوما، عنده هيماتوما في اي مكان. الكولكتد بلاد اوت او الهيماتوما، الدم ده محبوس في حته معينه، الكلمه اللي حصلت دي اللي مليانه دم، ايه اللي هيحصل؟ الدم اللي فيها هيتكسر، لما يتكسر هيطلع منه مين؟ الدايركت بلوروب. الدايركت بلوروب ده هيمتص يوصل للدم، هيعمل اندايركت هايبر ايه؟ بلوروبينين. لذلك يفترض ان عيل نازل اتعرض لبيرس انجن جاله انتراكرينيال هيموريج، تلاقي مع المانفستيشن اوف انتراكرينيال هيموريج الولد صفر. ليه؟ عشان الهيماتوما اللي جوه طلعت مين؟ الدايركت بلوروب. الولد عنده كيفاء هيماتوما بليدنج تحت البري اوسيوم وذا سكال، انا كل هذا الكلام في البيرس انجن. تتوقع الواد يديله ايه؟ نيونيتال جوندس،
الواد عنده صاب كسر الهيماتوما او سليفر يديله هذا الكلام وتبقى السايد بتاع مين؟ الكيكاتوما. يهم في عندي اكسس هارت ديزيز اللي احنا بنسميها بوليسايسيميا. في عندنا ابطال بيتولدوا اولاد عندهم ايه؟ بوليسايسيميا، الار بي سي عندهم عاليه قوي. وده شوف الطفل بعد الولاده تلاقي الولد اتجمع النقط من وشه. لما تستقبل العين بالشكل ده لازم تقول للاهل خلي بالكم الحمار اللي انتوا شايفينه في الولد ده على يومين ثلاثه هيغلب صفار. عارف ليه؟ لان بعد الولاده مش محتاج كل هذا الكم منين؟ من الار بي سيز. هيبدا الجسم يخلص منها يكسرها. لما يكسرها هيطلع مين؟ الدايركت جلوبين بكميه كبيره، يبدا الحمار يقلب بايه؟ بالصفار. دي حاجه هناخدها تحت مسمى فيسيولوجيكال ايه؟ جوندس، وهنعرفها بالتفصيل. يبقى هنا لو الطفل مولود عنده بوليسايسيميا الاكسس ار بي سيز اللي انا مش محتاجها الجسم هيكسرها، نتيجه تكسيرها هيطلع مين؟ الدايركت بيلروبين، هيحل نوع من الجوندس هناخده في حينه اسمه فيسيولوجيكال ايه؟ جوندس. طيب كل المجموعه تهيئ هتلاقي الولد اصفر والبول بتاعه لونه ايه؟ طبعا الكلر دي يورين، بس اضيف اليها حاجه ثانيه ان معاك كلر. ليه؟ لان عنده هيموليسيس. يبقى لما الاقي الولد عنده عينيه صفرا والاقي البول بتاعه طبيعي وبص على شفايفه والاقي عنده كلر، اقول والله ان هو عنده الاندايركت هايبر بيلروبينيميا، وسبب الاندايركت هايبر بيلروبينيميا دي غالبا هيموليسيس. غالبا ايه؟ هيموليسيس. كل الاسباب دي ما عدا اللي انا كاتبه باللون الاحمر هنا هو مين؟ البوليسايسيميا. كلهم يعملوا بالر ما عدا البوليسايسيميا، لان البوليسايسيميا اساسا عنده اكسس ايه؟ ار ديزيز وبيكسر. يبقى هنا خلي بالك الولد عينه صفرا والبول بتاعه طبيعي، يبقى على طول اندخلت هايبر بلوروبين، لقيت مع بالر بفكر في ايه؟ في هيموليسيس. ابدا ابص يا ترى المشكله في السيلف برين ستيروسايتوزس، يا ترى المشكله في الهيموجلوبين هانتوثلاسيميا، يا ترى انزيماتيك ديفكت زي جي 6 بي دي وتيتو فيتامين سي، وحصل القصه دي بعديها، يا اما المشكله الولد عنده سيبسس يبقى في توكسن بتكسر الار بي سيز، يا ترى الولد عنده انتي بودي بيتكسر، اشوف الار اتش بتاع العاجل وامه، لقيت الولد بوستف والام نيجاتيف زي ما هنقول، يبقى هنا ممكن الار اتش انكومتابيلتي، الولد فصلته ايه والام فصلتها بيه، يبقى هنا بعتت له انتي ايه كسر الدم بتاعه يبقى ايه بي او، وهكذا. يا اما الام عندها اوتو ايمون ايه؟ هيموليتيك انيميا، الواد لقيت هنا عنده هيماتوما في دماغه، لقيت عنده تندر ميسفرايت هيبوكوندريا، عملنا سونار ارسم فيه سب كانسر هيماتوما في الليفر، لقينا الواد عنده نيرولوجيكال مانيفستيشن، عملنا سونار على البرين او سي تي، لقينا عنده انتراكريال هيموليت. كل ده في النهايه هيفسر ان الاندايركت هايبر كلوربينيا سببها ايه؟ سببها هيموليسيس اوف ذا ار بي سيز. قالوا احنا لسه بنتكلم كلام عام، كل اللي بيسال السؤال ده سبق في معارف، هتاخدوا كل الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. بعد كده السبب الثاني. جاي ولد بقى لقيت عيني صفرا، كل شويه بتكرر عشان الناس تبقى معانا، عيني صفرا واليورين نورمال يبقى ده ايه؟ النايت هايبر كلوروبينين. بصيت على شفايف الولد ما لقيتش عنده بلوف. سالنا الام الولد ساعه ما اتولد كان وشه محمر قوي؟ قالت لي لا، عشان اعمل اكسكلوشن لمين؟ يبقى الموضوع مش خالص. ليه؟ لان الولد ما عندوش بالور بالرغم من الاندايركت ايه؟ هايبر كلوروبينين. امال المشكله فين؟ ابدا افكر في الاسباب الثانيه. ايه الاسباب الثانيه؟ ممكن المشكله هنا فين؟
الابديت دوائر. الليبر سيل ما بتقدرش تعمل ابديت لمين؟ ليجل اندايركت بلوروم. ده حاجه بتكتبوها بالتفصيل في البطنه اسمه جيلبرت ديزيز. جيلبرت ديزيز. الجيلبرت ديزيز ممكن المشكله في الابديت نفسه او المشكله جوه واقفه الابديت. ازاي اللي جوه واقفه الابديت؟ لو عنده الزد والواي بروتين اما تيول او قليلين نون فانكشنينج او هما ديفيشن، في الحاله دي الساتوريشن ليفل هيبقى بتاعهم ايه؟ اقل في البيت من الروبين هتعمل لهم ساتوريشن، يقوموا واقفين مين؟ الابديت. يبقى هنا لو عندي ديفكت في الابديت ميكانيزم او عندي ديفكت في الزد والواي بروتين، في الحاله دي الابديت ايه؟ هيوقف. لو وقف الابديت الاندايركت بلوروبين ايه؟ هيعرف. طيب الاحتمال الثاني ممكن يكون المشكله هنا في الكونجوجيشن. ليه؟ احنا عندنا البروتورانيك اسيد ما بنسيبش فيه الاندايركت بلوروبين عشان يكون ايه؟ دايركت بلوروبين. النتيجة أدام الكونجوجيشن وقف الزد والواي بروتين هيحصل لهم إيه؟ ساتوريشن. لو حصل لهم ساتوريشن الأبتيك بالتبعية إيه؟ هيوقف. طيب الكونجوجيشن هيوقف ليه؟ الاحتمال الأول إن يكون البروتورايل ترانسفيريز إنزيم ده مش موجود. يا إما ديفيشن. الانزيم ده absent او deficient contributory مش موجود خالص، يا اما موجود نص او ربعه. دي حاجه هناخدها تحت مسمى تريجلر ماجار سيندروم. تريجلر ماجار سيندروم كل الكلام ده تحتله التفصيل. يا اما الانزيم تعرف ستيل immature، طفل مولود طبيعي لكن البروتورمايل ترانسفيريز انزايم لسه ما اشتغلش كويس فمش هيقدر يطلق من الدايركت بلوروبين. ده هنلاقيها فين؟ في الاطفال البري تيرم. كويس؟ اطفال البري تيرم. بلاش كده، بعض الاطفال الفول تيرم هيعملوا لنا حاجه اسمها فيسيولوجيكال ايه؟ جولنس. أنا قلت دلوقتي كم سبب لأسباب الفسيولوجيكال جولنس؟ بوليسايسيميا أو الإنزايم إيه؟ إماتيور. هنلاقي هذا الكلام في الأطفال الكريتن. العيال بتوع الكريتينيزم لو أنتم فاكرين في الإندوكراين قلنا إن الطفل اللي هو عنده كريتينيزم الفسيولوجيكال جولنس بيستمر معاه أكثر من شهر. يبقى عندهم بروهم إيه؟ فسيولوجيكال جولنس. ليه؟ لان عندهم البروتورمايل ترانسفيريز انزايم بيبقى اماتيور، لان مين اللي مسؤول عن الماتوريشن بتاعه؟ هو السيروسيس. طيب بلاش كده، ممكن البروتورمايل ترانسفيريز انزايم حاجه عامله له ايه؟ سبريشن. ايه الحاجه اللي عامله له سبريشن؟ ممكن يكون ماده اسمها 3 الفا 20 بيتا بريجنال ديول. ثري الفا 20 بيتا بريجنال ديول. المادة دي عبارة عن ايه؟ الأم عندها بروجسترون. في بعض الأمهات البروجسترون عند الأم بيتحول الى هذا الميتابولايت. الميتابولايت ده ينزل في البريست ميلك للعين، لما ينزل للعين بيعمل سبريشن للبروتورايل ايه؟ ترانسفيريز انزايم. لما يعمل سبريشن للبروتورايل ترانسفيريز انزايم يوقف الكونجوجيشن. لما يوقف الكونجوجيشن اندايركت بلوبين ايه؟ هيعمل. ده حاجه عندنا هناخدها بعد كده تحت مسمى بريست ميلك تونس، نسميها ايه؟ بريست ميلك تونس.
البروتونومات ترانسبريز انزيم. دي حاجه هناخدها تحت مسمى لوسي دريسكول سيندروم. اللوسي دريسكول سيندروم هي نفس قصه البريستمنت هومز، بس في البريستمنت هومز الماده اللي عامله سبريشن معروفه، لكن هنا الماده اللي عامله سبريشن ايه؟ مش معروفه. طيب بعد كده ممكن يكون سبب السبريشن انتستينال اوبستراكشن. اللي بالك انتستينال اوبستراكشن انا لسه قايل حاله الاستركوبايلوجي 90% منه بينزل في الاسطول، صح كده؟ 90%. طيب افترضنا واحد عنده انتستينال اوبستراكشن، يبقى الاستركوبايلوجي مش عارف يخرج، يبقى معظمه هيرجع فين؟ في الانتيرو هيباتيك. لو رجع في الانتيرو هيباتيك هيعمل سبريشن لمين؟ للكولوكتروماية ترانسبريز انزيم. ايا كان بقى سبب انتستينال اوبستراكشن، ميكونيوم بلاد، ميكونيوم ايليس، الولد عنده كريتينس، الله كريتين ليه؟ لان الكريتين بيبقى عندهم كرونيك كونستيشن عشان انتستينال موتيلتي عندهم ايه؟ قليله. عشان انت بتتسال من رئيس القسم المحاله على المعاش حاليا استاذ دكتور محمد صلاح، كويس؟ يقول لك ولد عنده كريتين ولقيت عنده كرونيك فيسيولوجيكال جونز، تفكر في ايه؟ عنده بروتيك فيسيولوجيكال جونز، فكر في ايه؟ حاجتين في هما الكروتونال ترانسبريز انزايم ستيل اماتيور، والنقطه الثانيه الكرونيك كونستيبيشن عندهم هيزود الانتيرو هيباتيك سيركوليشن فهيعمل سبريشن للكروتونال ترانسبريز انزايم. كلام واضح؟ طيب كل هذا الكلام بيعمل بروتيك فيسيولوجيكال جونز او اندايركت هايبر اي تيلوبينيا. يبقى هنا بالتالي اقدر اقول دلوقتي اسباب الاندايركت هايبر كلوروبينيميا يا اما هيموليسيس يا اما ابتيك يا اما كونجوجيشن، صح كده؟ طيب لو لقيت الولد عينيه صفرا والبول طبيعي ومعاه كالوري يبقى انا في مشكله مين؟ الهيموليسيس. لقيت الولد عنده عينيه صفرا واليورين طبيعي وما عندهوش كالوري يبقى لا مشكله في الابتيك يا مشكله فين؟ في الكونجوجيشن. في مشاكل؟ بعد كده بقى دايركت هايبر كلوروبينيميا. الدايركت كلوروبين هو العلم، يبقى هنشتغل باللون الازرق. الدايركت كلوروبين يعني ايه؟ اول حاجه الليفر سيل زي الفل، لكن مش قادره تعمل اكسكيشن للدايركت كلوروبين جوه الانترا هيباتيك بايل كلاميك رايت. لان انا قلت عمليه الدايركت كلوروبين عشان يخرج من الليفر سيل ويترمي جوه الانترا هيباتيك فايل كاناليكولاي ياكتف ولا بس بروسيس اكتف. هنا ما بيقدرش يعمل القصه دي. دول حطوها في البطن تحت مسمى الدوبين جونسون وروتور ايه؟ سيندروم. طيب بلاش كده. الولد عنده الانترا او الاكسترا هيباتيك فايل دكت مقفولين. حاجه هناخدها ان شاء الله كل ده في حصه بكره اللي هو بالظبط كده بيلياري اتريزيا عنده البايل دكت ما حصلهاش ايه؟ كانلايزيشن سواء انترا او اكسترا هناخدها تحت مسمى بيلياري ايه؟ اتريزيا. بلاش واحد عنده سيفير هيموليسيس يطلع كميه كبيره جدا من ايه؟ الاندايركت بلوروبن يتحول الى دايركت بلوروبن. الدايركت بلوروبن نزل في البايل زود الفيسكوستي بتاع البايل عمل فيليا ريبط اللي احنا سميناها انسبيسيتد بايل سيندروم. الانسبيسيتد بايل سيندروم بيبقى عندي المشكله ان عندي الدايركت بلوروبن عالي جدا فزود الدايركت بلوروبن، الدايركت بلوروبن زود الفيسكوستي بتاع البايل حصل بريسبيتيشن في البيلياري سيستم عمل لي الاسبيسيتد بايل سيندروم او البيلياري بط. في مشاكل؟ ولذلك لما يجي لك الولد عين صفرا والبول بتاعه طبيعي كويس ومعاه فالور وبعد ما خف وجدت لقيت الصفرا زادت بس بترجع على قرار دلوقتي والبول بتاعه مات، اعرف
ستيتد تايم سيندروم. طيب بعد كده ممكن يكون المشكله ايه تاني؟ حاجه خدناها في الهيباتولوجي ده سول، حاجه خدناها اسمها ايه؟ كولينوكالسيس. قلنا ممكن يبقى في جزء من البيليال سيستم في سيستم فيلاتيشن، يحصل استجميشن للبايل، يقوم ايه؟ قافل، عامل بيليال بلد وقافل بيليال ايه؟ تري. حاجه اسمها كولينوكال ايه؟ سيستم. ممكن يبقى في عندي امبريونيك سيستم اللي هي الكولينوكال سيستم عامله هذه القصه. في مشاكل؟ واضحه؟ طيب كل دول بنلاقي الولد ايه؟ عين الصفر، والصفر بتاعي بيرموا على ايه؟ اللون الاخضر شويه، بلاقي العيال دول كلهم البول بتاعهم بيبقى زي الشاي او زي الكاكولا. طيب افترضنا بقى واحد عنده مشكله في الليفر نفسه اللي احنا هناخدها بكره تحت مسمى نيونيتال هيباتايتس. لو عنده مشكله في الليفر نفسه، الليفر تعبان مش قادر يعمل ابديت، وبعدها مش قادر يعمل ابديت الانفايرمنت جروب، هيبقى ايه؟ هيعلى. وفي نفس الوقت لما يكون عندي هيباتايتس الليفر سيلف كده انيميتس بيقفل الانترا هيباتيك بايب كانال كلورايد، عملت له اوبستراكتف ايه؟ جونز. في الحاله دي الدايركت والاندايركت هيبقوا ايه؟ عاليين، هيبقى عنده باي بيزك هايبر هيتروجينيميا لو هو عنده نيونيتال ايه؟ ليفر انفكشن او نيونيتال هيباتايتس. الكلام واضح؟ اسباب النيونيتال جوندس فيها مشكله قلنا يا اما دايركت بيلروبين هيموليسيس ابتيك كونجوجيشن ديفايت، يا اما دايركت بيلروبين الدوبين جونسون والروتر والانترا او الاكسترا هيباتيك بيجري اتليسيا ان سبيسيفيك بايب سندروم كوريدوكال سيست، يا اما الاثنين مع بعض هيعلوا في الليفر ايه؟ افكشن. سهله الدنيا؟ في مشاكل؟ طيب RH incompatibility من الحاجات الهامة جدا جدا جدا. بالنسبة للـ RH راسي، الـ RH عندنا 85% من الناس RH و 15% المتبقيين ار اتش نيجاتيف. يبقى انا عندي 85% من الجنرال بوبيوليشن ار اتش بوزيتيف، وعندنا 15% ار اتش نيجاتيف. الناس اللي هم ار اتش بوزيتيف بيبقى الار بي سي بتاعتهم عليها سيرفيس انتيجين بنسميه تي انتيجين، اما الناس اللي هم ار اتش نيجاتيف يبقى الار بي سيز بتاعتهم لا يوجد عليها دي انش. مين اللي بيتحكم في ظهور الدي انتيجين او غيابه؟ اوتوسومال دوميننت جين. وعلامه اوتوسومال دوميننت يبقى الشخص اللي هو ار اتش بوزيتيف يا اما يكون دي كابتل دي كابتل او دي كابتل دي سمول. يبقى لو واحد دي كابتل دي كابتل او دي كابتل دي سمول هيبقى ار اتش ايه؟ بوزيتيف. لكن الناس الار اتش نيجاتيف ما عندهمش دي كابتل، فلازم يكون تركيبهم ايه؟ دي سمول دي سمول. يبقى هنا الشخص الار اتش نيجاتيف هيبقى دي سمول دي سمول، الار بي سيز لا تحتوي على دي انتيجين، اما الار اتش بوزيتيف هيكون دي كابتل دي سمول او دي كابتل دي كابتل، وهيكون الار بي سي بتاعته عليها مين؟ عليها الدي انتيجين. طيب احنا هناخد المره الجايه الاي بي او
وهيقول انا لما فصلت تبقى ايه؟ هلاقي السيرم انتي بي انتي بادي، لما فصلت تبقى بي هلاقي السيرم انتي اي انتي بادي، وهكذا. هنا هل الانتي دي، هل الانتي دي is an embryonic antibody يعني تولد معايا، ولا is an acquired antibody؟ acquired antibody بمعنى الجسم مش هيكونه الا لو تعرض الى الدي انتي. مين اللي هيكونه لو تعرض للدي انتي؟ الار اتش بوزيتيف ولا الار اتش نيجاتيف؟ الار اتش بوزيتيف الكيوم سيستم عارف الدي انتي، لكن لو شخص ار اتش نيجاتيف الاميون سيستم بتاعه ما يعرفش الدي انتي. فلو شخص ار اتش نيجاتيف تعرض الى ار بي سيز تحتوي على دي انتيجين، ايه اللي هيحصل؟ بعد الاكسبوجر ده خلي بالك اسبوعين او ثلاثه هيبدا يكون في السيرم انتي دي. يبقى الانتي دي بدايه عمره ما هيتكون الا في الناس اللي هم ار اتش ايه؟ نيجاتيف. امتى؟ لو حصل لهم سنسيتايزيشن، بمعنى اتعرضوا لار اتش بوزيتيف ايه؟ ار ديزيز. ما مشكله الدي انتيجين؟ الدي انتيجين از ان اميونوجلوبولين جي، واداه في اميونوجلوبولين جي يبقى المولكيولار ويت بتاعه صغير، وعدم المولكيولار ويت بتاعه صغير يقدر يعدل البلاسينتا البارير ويوصل العيل انترا براين يعمل له ديموليسيس. النقطه الثانيه ان هو ترك الانتي بادي، انتي بادي قوي مش ضعيف، وبالتالي الهيموليسيس اللي هينشا عنه هيكون ايه؟ سيفير هيموليسيس. يبقى هنا اتفقنا ان 85% ار اتش بوزيتيف، 15% ار اتش نيجاتيف، ان ال واي انتي بادي ان اكواير انتي بادي نوعه اي جي جي ولا اي جي ام؟ اي جي جي. powerful ولا weak antibodies؟ powerful antibodies. طيب هنا ما مشكلة الـ Rh incompatibility؟ الـ Rh incompatibility مشكلتها بالآتي: إن لو كانت الأم Rh negative مش Rh positive، ليه؟ لو الام ار اتش بوزيتيف هل ممكن تكون انتي دي؟ لو الام ار اتش بوزيتيف عمرها ما هتكون انتي دي. امال امتى المشكله تحصل؟ لو الام الناحيه دي هذه الام كانت ار اتش نيجاتيف، يبقى هنا دي سمول دي سمول. الام هنا ار اتش نيجاتيف، يبقى هنا دي سمول دي سمول. الناحية دي ناحية الأم. الجزء الأزرق اللي مكتوب قدامكم ده الورد ذا يوترس. والجزء الكبير ده كله إحنا داخل اليوترس. وداخل اليوترس البلوى ده اللي هو مين؟ البيبي. متشعرق في الورد ذا يوترس منين؟ بالبلاسينتا. والبلاسينتا موصلة كل حاجة للعين عن طريق هذا الجزء اللي هو الأمبلايكال إيه؟ الأمبلايكال كور. دي مشكلة؟ طيب إذا كانت الأم ار اتش نيجاتيف وابنها ار اتش نيجاتيف، هل في مشكلة؟ لا مشكلة على الإطلاق. لكن مشكلة إمتى؟ لو الأم ار اتش بوزيتيف لازم ار اتش نيجاتيف وابنها ار اتش بوزيتيف. ليه؟ لأن لو العيل ار اتش بوزيتيف هيصبح الار بي سيز بتاعته عليها مين؟ عليها دي انتي. الار بي سيز بتاعته عليها دي انتي. اما الار بي سيز بتاع الام لا تحتوي على ايه؟ على دي انتي. طب العين ازاي هيصبح ار اتش بوزيتيف والام ار اتش نيجاتيف؟ عشان الزوج ار اتش بوزيتيف. يبقى في الحاله دي الزوج ار اتش نيجاتيف والزوج ايه؟ ار اتش بوزيتيف، وطلع بالصدفه ابنه زيه ار اتش بوزيتيف. طيب في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ نشوف القصه دي ونجاوب. جاي لي هنا كوريوليس انسيتيف فيتامين كي هو اللي هيعمل هيموليسيس.
سي بي دي. لو العيل عنده ليزي سي بي دي ديفيشنسي السنسيتي فيتامين كي هيعمل في النقص، لكن لو ما عندوش مش هيعمل. ما يعنينا قلنا بالنسبه لنا بقى نيجي نشوف القصه هتحصل ايه. نفترض ان هذه هي الام ولحسن الحظ كغالبيه السيدات ما كانتش دم قبل كده او تعرضت للسنسيتيزيشن، فهذه الام دمها لا يحتوي على الانتيجين. وده تزوجت في زوجها ده كان ار اتش بوزيتيف، فحملت في اول طفل ار اتش ايه؟ بوزيتيف. ايه اللي حصل اثناء الحمل؟ الار بي سيز بتيجي هنا في البلاسنتا، وادي الار بي سيز بتاعت الام الناحيه هنا، ادي الار بي سيز بتاعت الام، وادي الار بي سيز بتاعت مين؟ العين. يجوا الاثنين لا يختلطوا ببعض، لان الار بي سيز ما تقدرش تعدي من البلاسنتا لايه؟ ايوه. امال هما بيقفوا ايه اللي بيحصل؟ الار بي سيز بتاع الام ترمي الاكسجين يقطع دايب في الميه، يعدي مع الميه الى العين، يقوم الار بي سيز بتاع العين بتاخد الاكسجين اللي جاي لها وتاخده وتوصله لمين؟ للعين. يبقى التعامل بينهم ببعض، بتاخد الاكسجين اللي جاي لها من الار بي سيز بتاع الام وتدفع لها الكربون دايوكسيد تشيله وتخلص منه هي. ليه؟ لان هي يعتبر اللنج ايه؟ اللي بتنفس منه. غير الميون ترانسفير الحاجات الثانيه. المهم لا يوجد اختلاط ما بين دم الام ودم الطفل انترا يوتراين. الار بي سيز دي في ناحيه ودي في ناحيه، الميون سيستم ما يعرفش عنها حاجه. امال المشكله ايه؟ ساعه الولاده. الطفل الاول ساعه ولادته بيبدا يحصل سيباريشن اوف ذا بلاسنتا. في الوقت بتاع السيباريشن اوف ذا بلاسنتا لما بيحصل البلاسنتا الفاليير بيتدمر. لما البلاسنتا الفاليير بيتدمر ايه اللي هيحصل؟ شويه ار بي سيز من العيل او دم من العيل هيروح للام، وشويه دم من الام هيروح لمين؟ للعيل. هيحصل اختلاط ما بين دم الام ودم الايه؟ العيل. كل واحد بعت للتاني شويه دم بمحتوياته. هنا بقى المشكلة، دم الأم لا يمثل مشكلة في الوقت ده، البيبي الأول. لكن البيبي الأولاني بعت للأم ار بي سيز عليها مين؟ دي ان جي. وهو نازل بعت لأمه ار بي سيز عليها دي ان جي. هو نازل وخلصنا. المشكلة الإميون سيستم بتاع الأم لما وصل له الار بي سيز بتاع البيبي دوت بعد ما نزل اعجبه الار بي سيز، لقى الار بي سيز عليها انتجين هو ما يعرفوش، لم يسبق له معرفه قبل كده دي. فيبدا الاميون سيستم بتاع الام يطلع ايه؟ انتي دي. الانتي دي ده هيمسك في الار بي سيز اللي جايه من العين ويخلص منها ويكسرها. بس المشكله ان تكون ميموري سيل، الميموري سيل حتى انها تطلع انتي دي عند هذه الام ما بقيت حاليا. بقى عندها انتي فضل طول العمر. عندها دلوقتي ايه؟ انتي دي بعد حملها في الطفل الاول. هل الطفل الاول حصل له اي مشكله؟ يبقى في الار اتش انكومبتابيلتي غالبا الفيرست بيبي از نوت افكت. لكن مشكله الفيرست بيبي ان هو عمل سنسيتيزيشن للميون سيستم بتاع الام. الام اصبح بعد ولاده ابنها باسبوعين او ثلاثه دمها او السيرم بتاعها او البلازما بتاعتها فيها ايه؟ فيها انتي دي. ما المشكله؟ المشكله هتحصل للاطفال التابعين له، يعني الثاني او الثالث او الرابع، كل واحد بقى حسب ترتيبه. الا لو جه طفل اخر. هذا الطفل بقى الثاني ده ار اتش ايه؟ بوستد زي ابوه. كويس؟ والام ار اتش ايه؟ نيجاتيف. شايفين الرؤية اختلفت. ليه الرؤية اختلفت؟ ان هنا دلوقتي في دم الام يوجد ايه؟ انتي بادي اللي هو الانتي دي. الانتي دي ده اميونوجلوبولين جي. وادام اميونوجلوبولين جي هيقدر يعدي مين؟ البلاسنتا. هيقدر يعدي
عدد الأسئلة ويوصل للعيل. لما يوصل للعيل هيمسك تي التي أنتجين بتاع الار بي سي بتاع العيل، يبدأ يحصل جوه انترايتراين، هيحصل ايه؟ هيموليسيس للار بي سي بتاع العيل. هيحصل عندنا ايه؟ ما نتائج الهيموليسيس انترايتراين؟ البيت الار بي سي بتاعته اتكسرت، الكفر كده كلها دي مهمه جدا لازم تتكلم ورا. ماذا يحصل للولد هيموليسيس انترايتراين؟ ماذا نتائج الهيموليسيس انترايتراين؟ الهيموليسيس نتيجته معروفه ان هيطلع عندي دايركت ايه؟ بيلروبين. هيطلع اندايركت بيلروبين. الاندايركت بيلروبين لسه بنتكلم عليه حالا، لا مشكله منه عن اطلاق انترايتراين لانه فات سوليبل. وعندما فات سوليبل يقدر الاندايركت بيلروبين يحتم البلاسينتا ويروح لمين؟ للام. الام تخلص منه عن طريق الليفر بتاعها، لا مشكله اطلاقا انترايتراين من الاندايركت بيلروبين. ليه؟ هيعدم البلاسينتا، وعندما عدم البلاسينتا هيروح للام. الام تقدر تتخلص منه عن طريق مين؟ الليبر بتاعها. يبقى انا دلوقتي الهيموليسيس اول توكسن طلع اللي هو الدايركت بلوبل، انا مش خايف منه انترا يوتراين. امال المشكله في ايه؟ ان الار بي سي كاونت ايه؟ قل. لما قل اصبح الواد عنده مشكله ثانيه اللي هي مين؟ الانيميا. لو الام بقى تستجدع وتوصل لنا شويه ار بي سيز يظبطوا لنا شويه ويتكسروا دول، يبقى الامور خلصت. لكن للاسف الار بي سيز بتاع الام لا تستطيع ان هي تعدي مين؟ البلاسنتال باير وتصلح الهيموجلوبين بتاع العيل. فاصبح الولد انترايتراين وعاني من ايه؟ من انيميا. الانيميا دي حسب كميه الانتي بودي اللي وصلت له منين؟ من الام. طيب نفترض جدلا ان كميه الانتي بودز دي كانت جامده جدا. لو كانت جامده جدا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي سيفير انيميا انترايتراين. الانيميا دي مين اللي بيصنع الار بي سي انترايتراين عند البيبي؟ الليفر والسبلين. هيبدا ادي الليفر وادي السبلين هيعملوا كومبنسيشن عشان يصلحوا مين؟ الانيميا. يصلحوا ار بي سيز بزياده، يبدا الليفر والسبلين انترايتراين ايه؟ يكبروا. اذا الواد حطوا انترايتراين هيباتوا السبلين وميجال. لكن للاسف الليفر والسبلين اشتغلوا باقصى ما ربنا اعطاهم من قدره، مش قادرين يصلحوا الانيميا. ما النتيجه؟ هم شغالين يصلحوا ار بي سيز، لكن للاسف الار بي سيز بتقطع الانتي بودي اللي جاي كتير بيكسرها، مش قادرين يصلحوا الانيميا. يبدا الولد الانيميا بتعمل له ايه؟ تؤثر على الهارت بتاعه انترا يوتراين. فيبدا الولد يجي له انترا يوتراين انيميك ايه؟ هارت فيلير. لو الولد جاله انترايتراين انيميك هارت فيلير، هيبدا الولد يحصل له انترايتراين جنراليزد اديما. تبص على الولد انترايتراين عنده جنراليزد اديما بالسونار. فتيجي تعمل له سونار، هتبص بالسونار عنده بيوجه هيباتوسبلين اوميجا واضح، والسونار الهارت حجمه كبير عشان الكونجستيف هارت فيلر او الهارت فيلر اللي هو موجود. مش كده بس، بالسونار هيلاقوا في ميه على حوالين الرئه الدبلورال انفيوجن، هيلاقي عنده اسايتس، عنده جنرالايزد ايه؟ اديما. تخيل في عيال ما تستحملش تموت انترايتراين، فيحصل عندنا انترايتراين ايه؟ فيتال ديس. اذا قلت للولد ده ان هو يكمل هيتولد كده، فجأة الولد تستقبله، الولد نازل
تبص عليه تلاقي الواد عنده شفايفه بهتله خالص، عنده كبير ايه؟ حلو؟ تبص تلاقي جسمه كله وانا في جنرالايز انا سالكة او جنرالايز ايديما، لو عملت بالبيشن الليفر والسبرين هتلاقي عنده بيوتش ايه؟ هيباتوسبرين وبيجالي اند رابيدلي دايت من كارديو باسكال بلانس اند هارت فيلير، هيموت ايميديتلي افتر ديليفري ستيل بيرس. دي حاجه عندنا بنسميها ايه؟ هايدروكس فيتاليز، دي اعلى صور الار اتش ان كونتمنت على الطفل. ان لو كان الانتي بودي اللي جاي من الام كميته كبيره جدا، الكميه الكبيره جدا دي ممكن تعمل سيفير هيموليسيس انترا يوتراين. ما نتائج الهيموليسيس؟ انفكت بالهيموبين لا مشكل، الام هتخلص منه، لكن المشكله ان ما لهاش حل هي موضوع الانترا يوتراين ايه؟ فيتال انيميا. الانيميا دي هيحاول الليفر والسبرين يصلحها فلا يحصل هيماتوسبليروميجن، لكن مش قادر يبدا الانيميا مش عارفين نصلحها، الواد يدخل مننا يعني كافير تموته انترا يوتراين فيحصل انترا يوتراين فيتال ميس. اذا كمل الى الولاده هتلاقيه لازم عنده جنرالايز ثقيله وسيفير بالور وهيوج هيماتوسبليروميجن، وبالاضافه لكده عنده جنرالايز ايه؟ ديما بيموت within few hours after ايه؟ delivery. واحد يقول هل في الوقت ده ما بيظهرش جوندس؟ اقول لك مش هيلحق يعيش عشان يظهر جوندس. هو امتى يظهر عليه جوندس؟ لو نزل وقعد مثلا ساعات هتلاقي البيروبين بيتجمع في جسمه يبدا يظهر عليه ايه؟ صفرا، لكن بيموت within few hours after ايه؟ delivery اللي احنا بنسميها هايدروكس فيتاليز. افترضنا ان كميه الانتيبودي كانت اقل من هذا المعتاد، الكميه اللي انا قلتها دي ايه اللي هيحصل؟ الولد عنده هيموليسيس طلع اندايركت بالروبين انترا يوتراين، الام تخلصت منه لكن عنده انيميا. هذه الانيميا كانت عنيفه بس استطاع الليفر والسبرين ان هو يرفعها شويه لدرجه ان ما يجيلوش انترا يوتراين انيميك هارت فيلير. الليفر والسبلين قدر يرفع الهيموجلوبين انترا يوتراين الى مستوى يمنع حدوث الهارت فيلير. يعني الانيميا ما كانتش عنيفه عشان تجيب له هارت فيلير انترا يوتراين. الواد هيكمل ولا ما يكملش؟ يكمل ولا لا؟ يكمل. لكن تعال استقبله ساعه الولاده. تلاقي الولد نازل. ايه اللي هيحصل؟ تبص عليه بعد الولاده انت لسه منزله حالا، تبص عليه ما عندوش صفره. ليه ما عندوش صفره؟ لان في الوقت ده طول ما هو انتر يوتراين الام مخلصه منين؟ بالهيموجلوبين، لكن عنده بالور وعنده هيوج هيباتو ايه؟ اسبلينوميجال. طيب لكن في ايدينا في هارت فيلير مفيش الكلام ده كله. الولد لما نزل وبتتابعه هتلاقي في خلال ساعات بسيطه خالص عينين قاعدة تصفر، الصفار كل ساعة قاعد ايه؟ يزيد، مش كده وبس، البالون كل شوية قاعد ايه؟ يزيد. الولد ده لو سبته يوم اثنين هيموت بحاجة من اثنين، يا إما الأنيميا الشديدة تدخله في أنيميا هارت فيلير تموته، يا إما البيروبين عند الولد يعلى 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 لحد ما يعدي البلاد برين بارير ويعمل لنا ايه؟ كرنكترس فيجي له بيروبين ايه؟ انكفالوباس. يبقى هنا احتمال ان الولد ما يحصلوش انيميك هارت فيلير انترا يوتراين، يتولد ما عندوش انيميك هارت فيلير، لكن في ساعات قليله بعد الولاده يا اما يجي له سيفير انيميا تدخله في انيميك هارت فيلير ويموت، يا اما يحصل له ماركت اندايركت هايبركلوتينيميا تدخله في الكرنكترس، والكرنكترس طبعا مصيبه هتموت الايه؟ العيان. دي حاجه مكتوبه عندكم تحت مسمى اكترس. اكترس يعني جوندس يا ولاد. اكترس جريفز يعني شديد. نيوماتورون. اكترس جريفز ايه؟ نيوماتورون. دي مرحله اقل حده من الهيدروكس ايه؟ فيتاليس. خلي بالك الهيدروكس فيتاليس ده له هارت فيلير انترا يوتراين. في الاكترس جريفز ما حصلش هارت فيلير انترا يوتراين، لكن بعد الولاده مات من هارت فيلير يا اما ايه؟ فكره مات. فافترضنا كم من انتي بي كان اقل، الام ما عندهاش انتي بي بكميه كبيره. فحصل الولد الار بي سيز دخل لها انتي بي وهو طب امه،
حصل له هيموليسيس الاندايركت كلور خلصنا منه، لكن حصل له انيميا. الانيميا دي حصل لها ايه؟ كومبنسيشن باي سيل. الليفر قدر يعمل ايه؟ كومبنسيشن لموضوع الانيميا دي. هتلاقي الطفل ده يكمل وينزل. ساعه الولاده لا تلاحظ عليه شيء على الاطلاق. ليه؟ الهيموليسيس مش حنين. فبالتالي ما ظهرش عنده جونس. والانيميا عنده خفيفه قد لا تلاحظ. لكن الانت دي اللي واخده من الام البوم قاعد يكسر، مع الهارد لايف بتاع الانت دي يا ولاد اللي هو 90 او 3 قاعد يكسر طول الفتره دي. تلاقي عيل على نهايه الاسبوع الثاني او الثالث تبص على الولد في المتابعة تلاقي الولد عنده ايه؟ بلور، وعنده جونتس خفيفين في عينين، تحط ايدك على بطنه تلاقي عنده هيباتو سبرينو ميجن. لما يجي لك ولد عنده بلور وتنجو جونتس والهيباتو سبرينو ميجن هتفكر ان عنده كرونيك هيموليتيك انيميا. يبقى هنا ممكن الولد يبقى بريزنتد بمانفستيشنز اوف كرونيك هيموليتيك انيميا هي بلور تنجو جونتس وهيباتو سبرينو ميجن امتى؟ في الاسبوع الثاني او الثالث بعد الولاده. كلام واضح؟ ليه؟ لان الانت دي ما كانش عالي قوي. احيانا الانت دي يبقى كميته بسيطه قوي لدرجه ما يظهرش اي كلينيكال مانيفستيشن. لا الواد تلاقي عنده بالور ولا تلاقي عنده جونتس ولا حاجه. امال الدنيا تكتشف ازاي؟ بمحض الصدفه انت بتعمل له بلاد سكريننج لقيت الواد عنده مرض انيميا هيموجلوبينه بتاع مثلا 10 او اسف يعني مش هقول 10 لان النورمال هيموجلوبين في الوقت ده 18. لقيت الولد زي مثلا هيموجلوبينه 12 13 يعترف ان الجول عنده ايه؟ انيميا. في نفس الوقت الاندايركت هيموجلوبين عالي سنه، الريتكس عاليه سنه، كويس؟ معناه ان في ايفيدنس اوف ايه؟ اوف هيمولسيس. لكن كلينيكالي مفيش ايه؟ حاجه. الولد اتشخص على مستوى اللابوراتري مانيفستيشن ده بسميها مايل هيموليتيك انيميا. لاحظوا معايا ما هو المحتمل كلينيكال. اول حاجه الفيرست بيبي افكتد؟ لا، عمره ما هيتاثر. النقطه الثانيه حسب كم الانتي دي، لو كانت الكميه كبيره هيجيله انترا تراين فيتال دس او هايدروكسي فيتاليس هيموت بعد الولاده مباشره. في الحاله دي قبل ما يموت لو بصيت عليه هتلاقي الولد عنده سيفير بالور، هتلاقي عنده جنرالايز ديما، هتلاقي عنده هيموتي جيباتو سبرينوميجن. يا اما الولد اتولد عنده بالور وهيباتو سبرينوميجن اند رابيدلي البالور يبقى بروجريسيف لدرجه يجيله انيميك هارت فيلير اند دث، يا اما يدخل منك في كيرن اكترس ويموت. دي اللي احنا سميناها اكترس ريدز نيوناكورا. الاحتمال السادس ان الانتي بودز يكون كميته اقل من كده لدرجه ان الولد ساعه الولاده ما يظهرش عليه حاجه، لكن عنده اصبعين او ثلاثه تلاقي عنده بالور انجو جوندس وهيباتس بينو ميجالي زي اي حاجه كرونيك ايه؟ هيموليتيك انيميا. الاحتمال الاخير يكون كم الهيموليسيس اقل كده اقل بكثير لدرجه ان هو نوت ديتكتد كلينيكالي، اقدر اشوفه على مستوى اللاب فقط اللي احنا سميناها مايلد ايه؟ هيموليتيك انيميا. من يتحكم في ذلك؟ كم الانتي بودي اللي الام ايه؟ بتطلعها. طيب ماذا قال اهل العلم؟ قالوا والله ان كم الانتي بودي بيعتمد على عدد السيستم. كم مره الام حصل لها ايه؟ سنسيتايزيشن. بمعنى الغالب في بعض الناس، الناس كلهم الغالب بيحصل فيهم ايه؟ ان العيل الاولاني ما يحصلوش حاجه. العيل الثاني كان الانتي بودي بعد العيل الاولاني اللي طلع كميته قليله. فالعيل الثاني اللي يحصل له ايه؟ يحصل له هيموليتيك انيميا على مستوى الناب اللي احنا سميناها مايلد ايه؟ هيموليتيك انيميا. عملوا انفستيجيشن هيلاحظوها ما عملوش الولد عنده كده مشاكل. الولد الثالث هيلاحظوا عليه عند ثالث اسبوع او رابع اسبوع ان عنده بالر وتنجو جوندس وهيباتو سبرينوميجالي اللي هي بتاع الكرونيك ايه؟ هيموليتيك انيميا. طيب العيل احنا قلنا كم عيل ده؟ الرابع مالي ده. العيل الرابع ده هو اللي ممكن يجيله اكترا سكريبس جيراتورا فيموت تاني.
تاني او تالت يوم بكام انترس او هابتيلر. العين الكامس اللي ممكن يجيله انترايتراين فيتال داس او هيدروكس ايه فيتالس. تمام واضح؟ لكن في بعض الامهات من تاني عين يجيله هيدروكس فيتالس، لكن ده استثناء. الكلام واضح؟ طيب هنا بقى سؤالين مهمين جدا في الشفوي لازم حضراتكم تكتبوه. السؤال الاول موجود في الورق ولا في كتاب القسم. الاستثناء في الشفوي في الار اتش انكومباتيبلتي. The first baby is not affected. إمتى يبقى الـ first baby affected؟ صح كده. الـ first baby affected معناها إن الأم حصل لها previous sterilization. فعندها أنتي دي من الأول. فأول عين تصف. طيب حصل لها previous sterilization إمتى؟ في أي مرحلة قبل هذا الحمل؟ حصل لها ان هي احتاجت الدم والدم ده كان ار اتش بوزيتيف. يبقى لو حصل بريمكس بلاد ترانسفيوشن بار اتش بوزيتيف باك ار ديزيز. الاحتمال الثاني ان كل ام حصل لها بريمكس ابورشن. وده اول قلت نزلها صحيح. لكن اول ما حملت سقطت. احتمال الابورتس اللي حصل ده كان ار اتش ايه؟ وصف حمل سنسايزيشن للام. يبقى هنا في هيسترو بريمس ايه؟ ابورشن. يبقى حاجه عندنا يا اولاد اسمها جراند مادر سندروم. ايه الجراند مادر سندروم؟ بس
قلتوا ايه؟ يا اي اتش نيجاتيف يا اي اتش بوزيتيف، بس لازم الجلده تكون هيتيرو زايتس، لازم الجلده تكون ايه؟ هيتيرو زايتس، الجلده لازم تكون دي كابيتال دي سمول. ما ينفعش الجلده دي كابيتال دي كابيتال، لازم تكون دي كابيتال ايه؟ دي سمول. اذا كان الجلد دي سمول دي سمول اتش نيجاتيف، يبقى بنتهم اللي هي الام تطلع اتش نيجاتيف، او الجلده اي اتش بوزيتيف دي كابيتال دي سمول، الدي سمول بتاع الجلد جت مع الدي سمول بتاع الام، جابوا لنا مين؟ للاسف الجلده جابوا لنا الام. يبقى هنا الجلد قد يكون اي اتش بوزيتيف او اي اتش ايه؟ نيجاتيف، بس الجلده لابد ان تكون هيتيرو زايتس. واذا كان الجلد اي اتش بوزيتيف لازم يكون برضه هيتيرو زايتس. طيب تعالى بقى للاب، الاب لازم يكون ايه؟ لازم يكون ار اتش ايه؟ بوست، ملوش حل، لازم يكون ار اتش بوست، يبقى الجلد ار اتش بوست او ار اتش نيجاتيف، لكن الاب لازم يكون ايه؟ ار اتش بوست. يبقى هنا يقول لك امتى الفيرست بيبي ماي بي افكتد؟ اقول له والله لو الام خدت دم قبل كده ار اتش بوست، او حصل بريفيس ابورشن، او ان كان في جراند ماذر ايه؟ سندروم. طيب هيجي يقول لك نسبة السيدات اللي عندهم ار اتش نيجاتيف كام؟ 15%، ومكتوب عندكم سطر كده في الورق ان بالرغم ان الار اتش نيجاتيف بيميل 15% ان الار اتش كومباتيبلتي الايفكت بتاعها يعني قليل قوي، او الانسنس بتاعها قليل. ليه بقى بالرغم ان الار اتش نيجاتيف بيميل 15% من ال عدد الفيميل، وبالرغم من كده بلاقي الار اتش انكومتابيلتي نسبتها بسيطه اللي بتشوفها؟ ليه؟ اول حاجه نرد بقى ارض منطقي، اكتبوا هذا الكلام، ان ممكن الام ار اتش نيجاتيف وربنا يرزقها بعريس ار اتش ايه؟ نيجاتيف، يبقى عيالهم كلهم ايه؟ نيجاتيف، يبقى لا ضرر ولا ضرار. بس مش معنى ذلك واحدة ار اتش نيجاتيف تشترط يجي لها واحد يتقدم لها ربع من بلاد جروب الأول، ما ينفعش. لأنه لو راح مش ناجح. ماشي؟ يبقى أول احتمال إن الأب يكون ار اتش نيجاتيف، يبقى العيال كلهم إيه؟ ار اتش نيجاتيف. الاحتمال التاني إيه؟ يكون الأب دي كابيتال دي سمول. الأب دي كابيتال دي سمول، والأم دي سمول سمول. الأب دي كابيتال دي سمول، والأم دي سمول دي سمول، يبقى احتمال كتير قوي يجيبوا إيه؟ دي سمول دي سمول بنسبة عالية جدا. العيال اللي هم دي سمول دي سمول مش هيحصل لهم أي إيه؟ مشكلة. يبقى لو الأب هيتيروزايتس هلاقي نسبة الأر اتش نيجاتيف في أولاد هيكونوا عاليين مش هيحصل لهم مشاكل. طيب الاحتمال الثاني. صح كده؟ الفاميلي بلاننج تنظيم الاسره. كويس؟ تنظيم الاسره دلوقتي اجباري. اكثر من عائلين يعتمدوا الزوج. كويس؟ فبالتالي هنا المشكله دايما كنا بنلاقيها في الطفل الثالث او الرابع او الخامس. هنا ما يجيبوا عائلين يبقى مش هيشوفوا ايه؟ اولا ما حصلوش حاجه، والثاني لو راجل هيموريتي كريمه ولا حاجه، يبقى لها مشكله على الاطلاق. يبقى الفاميلي بلاننج قللت ايه؟ فرصة ظهور المشاكل بتاع الـ RHA في كومبتابيلتي. الحاجة الرابعة، الرعاية الصحية دلوقتي، إن مفيش واحدة حامل زي زمان كانت الست الحامل تعرف بالصدفة وقت الولادة إن هي حامل. قاعدة مع حضرتك بطن كبيرة دي والله حاجة بتلعب جوه، تروح هتطلع عليها كده تقول لها حضرتك أنت ماشي أدي راس العيل وأدي رجل العيل وأدي بتاع، وفجأة تقوم تلاقي الواد إيه؟ في حجرها. واخد بالك؟ ما
انتينيتال كيب خالص، دلوقتي في جود انتينيتال كيب. بيعملوا ايه زملائنا في النساء؟ انت اي واحده حامل دلوقتي روتين الهارت دي حامل بيعملوا لها ايه؟ اي اتش. لو طلع الاي اتش نيجاتيف وجوزها اي اتش بوزيتيف، لو حصل لها اثناء الحمل نزيف او اي حاجه على طول يدوها ايه؟ انتي دي، مش كده وبس، وبعد الولاده بيدوها انتي دي. الانتي دي ابتدى فرصه في ايه؟ ان الانتي دي اللي بتديه للام بعد الولاده بيعمل ايه؟ بيدخل يكسر الار بي سيز اللي جايه قبل بتاع ده، هتخيل الاميون ايه؟ سيستم، مش الار بي سيز بتاع العيل عليها مين؟ دي اوجي، مش دي هتخيل الاميون سيستم؟ طيب بيبعت للام بيديها ار الانتي دي، الانتي دي يدخل يقوم ماسك الار بي سيز بتاع العيل مكسرها، لما يكسرها الاميون سيستم ما يلحقش ايه؟ يغلطها ولا يطلع ايه؟ انتي دي. يبقى هنا الروتين انتي دي في اللي بيدوه للامهات الحوامل اللي هم ار اتش نيجاتيف، لو حصل لها ابورشن او بليدنج اثناء الحمل او حصل بعد الولاده، قلل الفرصه دي اللي هو الايه؟ السنتلايزيشن. طيب ايه تاني؟ في كثير من الامهات الاميون ريسبونس بتاعها ضعيف، ما بتطلعش كميه كبيره جدا من الانتي دي، وبالتالي فرصه تشوف بقى الحاجات العنيفه الار اتش الهيدروسيكتاليس والاكترا سيريفز بقت قليله جدا جدا. دي حتى حاجه مفهوم. يبقى هنا دول ار اتش انكونتابيلتي. لا خالص. يبقى هنا اوعى تنسى، بنقول ايه الانتي دي لو كسر مشكله؟ ان الزوجه ممكن تبقى ار اتش نيجاتيف وجوزها ار اتش نيجاتيف، ممكن الزوج يبقى يكون هيتيروسايتس اولاده يطلعوا ار اتش نيجاتيف، ممكن المشكله ما تحصلش عشان الفاميلي بلاني، ممكن يكون الام بتاخد انتي دي في الانتينيتال كير او بعد الولاده يبقى مش هيحصل لها ايه؟ سنسيتايزيشن، او تكون الام ويك انتي بودي ريسبوندنج، فالانتي بودي بتاعها اللي بتطلع قليل ما يعملش اي مشكله على الاطلاق. بعد الكلينيكال مانيفستيشن بتاع الار اتش انكونتابيلتي هنتكلم على المانجمنت. How to manage the RX incompatibility? The guy here is the one who needs ما بيحصلش للام لما الفيرس بيبي باسي الدي انش. هو الدي انش اللي هو اللي هيعمل هيمارس ولا الانتي دي؟ ولو طلعت الام الانتي دي هتكسر دمها ولا لا في العين؟ ده في العين، مالهاش دعوه بالقصه دي خالص. وجاي اللي هنا بيقول لي ليه جنرالايز دي مع اسوشيتد وسبلور ديفيوجن؟ مش حاط فيجر يعمل جنرالايز دي زي ما بيعمل اسايتس يعملها سبلور ديفيوجن، يعمل ريكارد ديفيوجن، يعمل اي حاجه جنرالايز دي مثلا. يقول لي ليه الانيميا بتزيد بعد الولاده في الار اتش انكونتابيلتي؟ لان الانتي بودي بقول بيشتغل 21 يوم، طول ما هو شغال بيكسر ايه؟ ار بي سي. فالهيموجلوبين مثلا ساعه الولاده كان الولد نازل هيموجلوبينه 16، بعد اسبوع بقى مثلا سي 12، بعد اسبوعين بقى 8، يبقى هنا ليه؟ عشان الانتي دي قاعد يكسر في الار بي سي. ايه المانجمنت؟ اول حاجه في المانجمنت بنبدا بالبريفنشن. صوت ابوكم يا اولاد الصوت لو سمحتوا. بريفنشن. ازاي نمنع الار اتش انكونتابيلتي؟ بيبدا من مستشفى النساء. مستشفى النساء بيعملوا سكريننج فور ار اتش نيجاتيف في مين؟ اي واحده حامل اول ما تدخل اسم النساء وتعرف ان هي حامل يقول لها روح اعمل الار اتش. طلعت ار اتش ايه؟ نيجاتيف. يقوموا عاملين ايه؟ يقوموا عاملين الاكس. يا ترى الام دي حصل لها بريفيس سنسيتايزيشن ولا لا؟
فبيعملوا سكرينينج فور انتي دي عند الام. هيعملوا سكرينينج للانتي دي عند الام كويس. لا عايز نجيب انتيجريشن انيبيشن تيست مش مهم. الهدف منه هشوف الام عندها انتي دي ولا ما عندهاش. يطلع هنا في الدم الام ويشوف عندها انتي دي ولا لا. طلع الام الانتي دي نيجاتيف. ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ ها؟ الحمد لله الست دي زي الفل لسه على زيرو ما حصلهاش ايه؟ سنسيزيشن. كويس كده؟ لكن لو طلع الانتي دي بسطخ يبقى الام دي حصل لها فينجاس ايه؟ سنسيزيشن. الام دي لو نجت بشيلها من الدماغ خالص الحبل ده. بقول لها بس خلي بالك اشتري حقنة انتي دي تبقى عندك في التلاجة يكون تاريخ صلاحيتها سنة قدام من هذا التاريخ عشان تنفع في اي وقت. حقنة الانتي دي ليه؟ تبقى عندك في التلاجة لان احيانا ما لقيتهاش. لو نزل نزيف عليكي في اي فترة اثناء الحمل لازم تاخديها على طول تعيش. وساعة الولادة هنديها بعد الولادة على طول. ليه؟ عشان ما يحصلهاش ايه؟ سنسيتايزيشن. في مشاكل؟ لكن افترضنا طلع الانتي دي بوزيتيف. اوعى تحط الام ولا انت تتخض. شوف يا ترى كميه الانتي دي قد ايه؟ فبرضه كوانتيتيف اماونت اوف انتي دي. اشوفه قد ايه؟ لو طلع الانتي دي التتر بتاعه اقل من 1/64 والرقم ده مش انا اللي حاطه. ارقام معروفه. تمام؟ لو طلع اقل من 1/64 هذا الكم من الانتي دي ما بيعملنيش تيبيل هيبالس ما بيخوفنيش معناها صح. انتي دي ده كميه بتاعته قليله ما بيعملش مشاكل ولا خايف منه من اي حاجه ده فولو اب. طب ما المشكله فين؟ لو طلع الانتي دي اكتر من او يساوي 1/64 لو الام طلع عندها انتي دي اكتر من 1/64 في الحاله دي انا عندي انتي دي بكميه كبيره. يبقى انا قلقت دلوقتي على البيبي لان عندها انتي دي بيوصل العيل هيكسر الدم بتاعه. ايه اللي هيحصل؟ معرفش. نبدا نطمن على العيل. نطمن على العيل ازاي؟ بنقوم عاملين الام في الوقت ده مش احنا بتاع النساء يقوم عندها عاملها امنيو سنتيزس عينه من الابيوتيك فلويد. ما بياخدش عينه من الدم العالي لان دي ريسك شويه. ياخد عينه من الابيوتيك ايه؟ فلويد. الانتايت بالروبي عشان فات سوليبل بتلاقيه موجود بكميه كبيره فين؟ في الابيوتيك فلويد. يقوم واخد عائله الامنيوسنتيسس ويقيس كم الاندايركت بالروبين الموجود في الامنيوتيك ايه؟ في الاول. وبعد كده هتلاقي في اخر التذكره بتاعت النساء مش بتاعت الاطفال. في جزء تذكره النساء بالنسبه للام وجزء بالنسبه للبيبي. بالتالي الجزء بتاع البيبي في حاجه اسمها ليلي تشارت. ليلي تشارت. ايه الليلي تشارت الحياة؟ كيرف. ليلي 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 مش ليلة ها؟ ليلي ليلي اتشارت. الليلي اتشارت ده عبارة عن كيرف. العمود الرأسي نسبة البيلروبين قد ايه؟ والعمود الأفقي سن الطفل انترا براين قد ايه؟ الجستيشنال ايج. الولد النهارده كام اسبوع؟ وعندنا الكيرف ده متقسم الى ثلاثه زون.
ثلاث مناطق، ده المنطقة الأولى، ده المنطقة الثانية، ده المنطقة الثالثة. يبقى هنا ثلاثة زون، منطقة أولى، منطقة ثانية، منطقة إيه؟ ثانية. يعملوا إيه؟ طلع الأمنيو سينتيسيس مثلا زي الجلوبل بتاع الولد هنا. الجلوبل طلع هنا. وحسب الجستيشنال ايج بتاع الولد طلع هنا. وهم عاملين ايه موصل ده لده؟ طلع الولد زون كام؟ الناس اللي شايفين دلوقتي. واحد. جستيشنال ايج هنا طلع الولد هنا زون واحد. Nothing. Just follow up. معناه ان الجمارسل عند الولد مش عليه، ماليش خايف على الولد خالص انت يا براين، مش هيحصل له مشاكل. يعني يقدر يكمل في بطن امه. لكن افترضنا ان الجلوبين طلع هنا. جيت وصلت الجستيشنال ايج طلع الواد ايه؟ في زون كام؟ اثنين او ثلاثة. لو طلع الواد في زون اثنين او ثلاثة معناه ان البلوروبين عالي بالنسبة لسنه، معناه ان الواد عنده انترا يوتراين هيموليسيس عنيف. الوقت لو سبته هو ممكن يموت بانيميك ايه؟ هارت فيلير. ماذا نفعل؟ كويس؟ من هنا دي بقى هيبدا بتاع النساء يستشير بتاع الاطفال. هيبقى كل ده شغل نساء. هيبدا بتاع النساء يبعت لبتاع الاطفال ويعملوا اجتماع مغلق ويتشاوروا الموضوع. يبقى ار ديزيز ما عليهاش لا ايه انت
يديله باك تو هارت ديزيز. عندنا ناس بروفيشنال باسم الناس بيعملوه. طيب يدوا عن طريق امبريال الكاستر للعين في بطنه ويديله له ايه؟ دم او نيجاتيف باك تو هارت ديزيز. وتكون موش عشان يشيل اللوكوسايت. هنشوف ايه اهميه يشيل اللوكوسايت الموجود. طيب هيكمل يقول له دم لحد ما الولد يكمل كام؟ 34 اسبوع. يوم بعد صاحبنا بتاع الاطفال يقول له يا بتاع الاطفال لا تحط لك الهبطه هتصرك عليه لحد النهارده عنده 34 اسبوع نعمل ايه؟ قال له خلاص اتكل على الله ونعمل النهارده ايه؟ ترمينيشن اوف بريجنسي. سواء بقى نورمال فاجينا او سيزاريا ده اللي هيعمل بتاع النس اللي ما هو شايف. وهنبقى متواجدين ساعه الولاده. هنستقبل العيل بعد الولاده واول العيل ما ينزل هناخد عيله من الكورد بلاد. الولد اول ما حطيت كلام هو واخد عيله من الكورد بلاد. الكورد بلاد بتاع العيل ولا بتاع امه؟ بتاع العيل. اول عيله من الكورد بلاد. الكورد بلاد سامبل اللي هي اللي انا خدتها هعمل بيها ايه؟ الكورد بلاد سامبل هعمل بيها الاتي. اول حاجه هبدا اعمل الولد ده ار اتش واي بي او. ابعت جزء من عينه لبنك الدم يشوف الولد فصلته ايه؟ الار اتش بتاعته والاي بي او اخبارها ايه؟ وقارنها دم الام ترى هو عنده ار اتش انكومتابيلتي بس ولا ار اتش واي بي او انكومتابيلتي كمان. طيب النقطه الثانيه هبدا ابص على الهيموجلوبين بتاع الولد هيموجلوبينه قد ايه؟ يبقى اعمل سي بي سي عشان اشوف الهيموجلوبين كام والريتكس عشان اشوف السيفيريتي بتاعت مين؟ الهيموليسيس. الولد عنده تكسير يبقى الهيموجلوبين بتاعت دول ايه؟ والريتكس. مش كده وبس، نشوف البيروبين اخباره ايه؟ ما هو الدم لما يتكسر هيطلع منه ايه؟ بيلروبين. اشوف نسبة البيلروبين ليفل كام في دم العين. بلاش كده. ابدا اعمل له كومبس تيست. الكومبس تيست عشان اشوف الانتي دي عنده اخباره ايه؟ يبقى هنعمل الكومبس ايه؟ تيست عشان اشوف الانتي دي اخباره ايه عند الولد. طبعا من ايه هايلي بوست في الكومبس ايه؟ تيست. يبقى هنقيس الانتي دي ليفل. يبقى انا دلوقتي شفت الار اتش والاي بي او، شفت الهيموجلوبين والريتكس، الريتكس اسف، شفنا البيلروبين وشفنا الانتي دي او الكومبس ايه؟ تيست. وعلى هذا الاساس هنحدد هنعمل ايه للعيل بعد ما ولدناه، وده دورنا من اول محاضره بكره ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.